في هذه المباراة. كرة في السلة والنقطة الأولى للأردن، لا شيء لفريقنا الوطني. وإسلام يحاول بالمرة الثانية والكرة ترتد إلى يد قتيبة. علي هجوم سريع وممتازة يا علي، محاولة كفاحية للإبقاء على فرصتنا في تسجيل أول نقطتين في المباراة. وهذا علي عبد الله ورحمن من بعيد، لكن ترتد إلى الفريق الأردني، هجوم سريع وتصرف ذكي وحكيم من اللاعب رقم 6 في تشكيلة فريق الأردن اللي هو زيد أحمد عباس. ومحاولات مستمرة ترتد من السلة إلى يد وسام السوس، لكن فريقنا يحصل على الكرة. ومتى سنسجل النقطتين الأولى؟ وهذا محمد يحاول المرور، لكن كانت هنالك مخالفة المشي ولتنتقل حيازة الكرة إلى الفريق الشقيق. بعد مضي دقيقتين على بداية انطلاق هذه المباراة، الفريق الأردني ما زال متقدم بنقطة مقابل لا شيء، وهي نتيجة تذكرنا بمباراة كرة القدم، لكن ما زال في الوقت متسع لتسجيل العدد الكافي من النقاط التي متعارف عليها في كرة السلة. وحلوة يا علي عامر طالب، ممتازة علاوي، بارك الله بك، 3 نقاط، هي افتتاح جميل كان وكسر للحاجز الذي استمر دقيقتين بدون تسجيل. فريق الأردن يحاول التسجيل الآن، وهذا اللاعب المتألق رقم 15 لاعب الفريق الأردني أيمن منير، اللي هو طوله 1.7 متر، من مواليد عمان 1978، رصيده في المباراة الأولى ضد الفريق الإيراني كانت 9 نقاط، وفريقنا الوطني في موقف يخسر الكرة الآن. وهجوم سريع للأردن، مخالفة المشي ضد اللاعب أيمن منير، وتنتقل حيازة الكرة لفريقنا الوطني. ثلاثة للعراق، 3 للأردن، بعد مضي 3 دقائق تماما على بداية المباراة. قتيبة كابتن منتخبنا الوطني واللي يؤدي دوره كصانع العاب في عندما ينزل عامر. وعلي يا حلوة يا علاوي، ممتازة يا علي، نقطتين أو 3 نقاط عائلية بامتياز من قتيبة عبد الله إلى علي عبد الله، و3 نقاط لفريقنا الوطني والفريق الأردني في محاولة هجومية. أيمن، لكن هنالك خطأ، هوك طوله 2 متر، وهم من مواليد أربيل عام 1983. فريق الأردن إذا يعمل جاهدا على أن يحقق شيء في البداية، وهذه محاولة جميلة للاعب رقم 10 في تشكيلة فريق الأردني الذي هو أسامة محمد. خطأ شخصي هذه المرة ضد اللاعب رقم 6 زيد سيد الخص، اللاعب أحد أعمدة كرة السلة الأردنية. هذا اللاعب 1.3 متر، من مواليد عمان 87. علاوي ما شاء الله، 3 نقاط أخرى لهذا اللاعب المبدع، ممتازة يا علي. والأردنيون يعملون على الدخول إلى السلة، وطبعا لحد هاي اللحظة هذا الأسلوب ناجح، والحمد لله أنه فريقنا بواسطة التهديف البعيد استطاع أن يعني حقق التقدم بنقطتين، 9 نقاط له و7 للفريق الأردني. وهذا قتيبة يمر ورحمن إلى السلة، ممتازة حلوة، تفاهم جيد، طبعا هم زملاء في فريق نادي الهوك بطل الدوري الموسمين الماضيين، ومتفاهمين تماما رحمن وقتيبة. فريق الأردني في محاولة مشابهة وبنفس الأسلوب ينجح في الدخول والتسجيل وتقليص الفارق إلى 2 نقطة، لا زال من فريقنا متقدم. وعلي أصغر في هذه الفرص السهلة، محاولة من زيد، مناولة جميلة كانت، لكن فريقنا الوطني حقيقة في موقف دفاع لا بأس به.
على الأقل في هذه الهجمة، وهنالك خطأ شخصي هذه المرة ضد قتيبة عبد الله وعابدين يلعب الكرة من أسفل سلة منتخبنا الوطني. لعب عابدين طوله 1.85 مواليد عمان 1987 رصيد 13 نقطة في المباراة السابقة مع إيران في الافتتاح. أسامة محمد في موقع صانع الألعاب ومناولة جميلة لكن تقطع، ومناولة سريعة حلوة يا بطل يا علي عبد الله، ممتازة يا بطل. محاولة كانت صعبة لكن استطاع أن ينجح بامتياز في إعادة الكرة إلى فريقنا الوطني، وهذا قتيبة. يلا يا بطل، ممتازة، حلوة حلوة حلوة. 14 للعراق، 9 للأردن، بعد مضي 6 دقائق تقريبا على افتتاح هذه المباراة، والموقف الدفاعي لحد هذه اللحظة لا بأس به وهو كاف للإبقاء على التقدم، وهذه ميزة حقيقية. خطأ شخصي الآن للفريق ضد الفريق الأردني، والخطأ ضد اللاعب رقم 7 كما يشير حكم المباراة. وفريقنا الوطني يحصل على حق إدخال الكرة من جانب حدود السحب. علي مؤيد اللي تألق في المباراة الأولى رغم أنه احنا خسرنا أمام سوريا 92-87، لكن حقيقة كسبنا عدد من اللاعبين الممتازين. ونفقد الكرة ونعود إلى الدفاع، وخطأ شخصي هذه المرة على ما أعتقد ضد علي مؤيد. والخطأ يستوجب إدخال الكرة من جانب حدود السحب. الفريق الأردني يحاول جاهدا الإبقاء على أمل في المنافسة، وهو كما هو حال فريقنا الوطني ليس لديه إلا خيار الفوز بعد أن خسر مباراته الأولى مع الفريق الإيراني بفارق نقطتين فقط، كانت واحدة من أفضل المباريات لحد هذه اللحظة تقريبا. ما زال في الوقت متسع لنحكم عن المستوى والنتائج. كرة إلى الخارج، وبكثير من الحظ يحصل فريقنا الوطني على إدخال الكرة من أسفل سلته. هذا علي مؤيد، علي عامر طالب، أبناء نجوم الأمس هم نجوم اليوم، علي مؤيد إسماعيل وعلي عامر طالب. و محاولة حصل على حقتين في التنفيذ، رميتين حرتين على ما أعتقد، الأولى في السلم، ممتازة يا علي. 15-9 لصالح فريقنا الوطني، و 16-9 ويحصل فريقنا على حق إدخال الكرة من الجانب، وهذه عقوبة الخطأ المتعمد التي هي رميتين حرتين وإدخال الكرة من منتصف الملعب لصالح نفس الفريق. بداية موفقة لفريقنا الوطني، نأمل أن نحافظ عليها ونأمل أن نحقق الفوز الذي لا خير لنا إلا غيره، لا خير إلا الفوز بالواقع. ثلاث دقائق وعشر ثواني تفصلنا عن نهاية الربع الأول، والفريق الأردني مناولة رائعة كانت من لاعب رقم 10 اللي هو أسامة محمد، لكن تنتقل الحيازة إلى فريقنا الوطني. علي عامر، مؤيد، علي مؤيد يحاول يمر عليه، أدى مباراة ممتازة في الافتتاح حقيقة لكن حسدناه وفقد الكرة الآن. وهجوم سريع الفريق الأردني ينتهي بنقطتين إلى السلم مباشرة، خلص الفارق إلى 5 نقاط، 11 للأردن، 16 لمنتخبنا الوطني، وبحاجة إلى شيء من التقدم، بحاجة إلى أن نحافظ على الفارق في الرصيد
علي مؤيد، علي عامر طالب، حاول يمر عليه، حاول يدفع الكرة، ومن حسن الحظ أنها ارتطمت باللاعب برقم 10 في تشكيلة الفريق الأردني أسامة محمد. وقتيبة أو قتيبة عبد الله، علي عبد الله يفقد الكرة، وهجوم سريع للفريق الأردني ومناولة نهائية جميلة، لكن العملية نجحت والمريض مات. الكرة راحت من السلة إلى الخارج واحتسبت لصالح الفريق الأردني. من بعيد ترتد من السلة إلى يد علي، وعلي عامر يحاول يمر، وممتازة يا علي مؤيد، ممتازة يا علي، حقيقة لاعب منتج وأدى مباراة أولى كانت حقيقة رائعة بالنسبة له، موفقة كثيرا، وهو اليوم أيضا يؤدي نفس الشيء إن شاء الله، يوفق هذا اللاعب الذي هو حقيقة من ثمرة، يعني من ثمرة اللاعبين الشباب المدفوعين إلى المنتخب الوطني العراقي. يعني هو مواليد 1994، طوله مترين، وأبوه مؤيد إسماعيل كان واحد من ألمع نجوم السلة العراقية في الثمانينات، والولد سر أبيه كما يقولون، ولكن كان غير موفق في الرميتين الحرتين. هارد لك علي، ممكن التعويض، لاعب مميز وحصل على الكرة الآن، وهذا أحسن تعويض، أحسن وأسرع تعويض. رحمن، علي، علي عامر يبحث عن زميل في مكان مناسب، قتيبة يشير بيده إلى رحمن، حاول يمر قتيبة، والكرة تنتهي لصالح الفريق العراقي. قتيبة عبد الله واحد من ألمع نجوم السلة العراقية على مدى ربما 10 سنوات الماضية، لعب محترف في البحرين، وهو من مواليد 1980 بغداد، طوله 1.96 متر، وهذا البطل أخوه علي عبد الله يضع 3 نقاط جميلة في سلة الفريق الأردني ويرفع رصيدنا إلى 19 نقطة مقابل 11 قبل دقيقة واحدة وثانيتين على نهاية الربع الأول، والفريق الأردني ما موفق في الرميات البعيدة، فريقنا ده يحصل على الديفنسيف ريباوند بشكل جيد. قتيبة يمر وحلوة إلى الخارج، وعلي مؤيد، لك الله أكبر، ممتازة يا رحمن، ممتازة يا رحمن، 21-11، تقدم نحتاجه، هذا التقدم يأهلنا إلى أن يأهل فريقنا للاستقرار النفسي، ويضغط طبعا بالمقابل على الفريق الأردني. وهذا اللاعب عابدين، لاعب كان رصيده 13 نقطة في المباراة الأولى للأشقاء الأردنيين أمام الإيرانيين اللي انتهت لصالح إيران بفارق نقطتين فقط 72-70، والثانية إلى السلة ينجح في تسجيل الرميتين الحرتين اللاعب عابدين، والكرة في صالح فريقنا الوطني. رحمن يلعب الكرة من أسفل السلة إلى علي مؤيد، أو هذا علي عامر طالب، قتيبة حاول يمر، مناولة خلفية جميلة، علي، 8-7-6-5-4-3-2-1، ولا يستطيع علي عبد الله أن يسجل إلا بعد صافرة نهاية هذا الربع، لا تحتسب الرمية، وفريقنا الوطني متقدم ب21 نقطة مقابل 13 نقطة، وهو تقدم